تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من توب 5، البرنامج اللي بيجيكم كل يوم ثلاثاء مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال افكار المحتوى، عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. حلقتنا اليوم بدنا نتذكر فيها ناس ما تذكروا، فقدوا الذاكره، تعرضوا لصدمات، لضربات مؤلمه في لحظتها، لكن الحمد لله جميعهم طلعوا معافين، لكن هم عم بيطلعوا معافين تركوا مواقف كوميديه ولا احلى مشهد كوميدي. حنحكي اليوم عن اقوى 5 حالات فقدان ذاكره من حيث الكوميديا مش من حيث الألم، لأنه مستحيل نحكي بموضوع فيه عنف واضح في حلقاتنا خلال مشاهدتكم توب 5. إذا عجبكم الفيديو تتركوا لايك، وإذا ما عجبكم كمان تتركوا لايك لأنكم أصحابي. خلونا نبدأ بعيد عن كرة القدم، نبدأ بسباق السرعة، سباق الخطر فورمولا 1، والسائق الأسطوري فرناندو ألونسو، واللي كان في عام 2015 عم بيكون ضمن فريق ماكلارين، وخلال التجارب في برشلونة اتعرض لحادث تم نقله على إثره للمستشفى لمدة تقارب 3 أيام. بعد فترة تم الكشف أنه الرجل فقد ذاكرته فعليا. الرجل أثناء الكلام مع الأطباء كان عم بيتكلم إيطالي رغم أنه إسباني في مستشفى إسباني، ولأنه ببساطة كان عم بيعتقد أنه لساته مع فريق فيراري اللي بيعتمد لغة التواصل الإيطالية ما بين أعضائه. ومما نسب إلى ألونسو أنه يعني تكلم مع أحدهم وقال لهم إن شاء الله بصير سائق فورمولا 1. هذه ببساطة قصة واحد فقد الذاكرة لمدة ساعة ثم عاد فرناندو ألونسو. من ولادك؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل مرات أنا؟ ننتقل لرقم 4، وخلونا نروح من برشلونة ونيجي على عالمنا العربي، نروح على مصر. مهاجم الزمالك الشاب رشدي أشرف عام 2017 تعرض لتصادم مع أحد لاعبي فريق الإنتاج الحربي في فرق الشباب. اللاعب بعد ما تعرض للصدمة طلع تعالج ورجع على الملعب. بعد ما رجع الملعب قال للاعب فريقه انتو مين؟ الرجل ما كان عارف وين هو، فبالاخير اللاعبين ركضوا على الطبيب قالوا له الزلمه مش عارف احنا مين واحنا لابسين زيه وبنلعب بفريقه، فتم نقله للمستشفى وتبين انه عنده ارتجاج خفيف بالمخ، تسيطر على حالته واموره تمام الحمد لله بعد ذلك. وفي موسم 2012-2013 واثناء مواجهه بين ريال مدريد وفالنسيا، لاعب قوي خشن مرعب بدي اكيد تسبب بفقدان الذاكره للاعب اخر. لا الغريب انه القديس ايكر كازياس اللاعب اللطيف الناعم اللي بتحبه الصحافه، وبخلال احتكاك مع بيبي اتصدم بيبي في راسه. كمل المباراه لنهايه الشوط الاول، وما بين الشوطين في غرفه تغيير الملابس ذهب للاعيبه فريقه وقال لهم مرحبا انا بابلو، انتوا شو بتعملوا هون وانا شو بعمل معكم؟ فمورينيو قال له ببساطه حلوت، اذا انت بابلو ومش بيبي تعال اطلع وخلينا ننزل راؤول البيول، حتى لو انت احسن منه على الاقل الزلمه بيعرف انه البيول مش بابلو، لانه كان كل الخوف ربما انه خلال اللقاء يفكر حاله بابلو ايمار يلعب مع فالنسيا ويجيب جول. تم اخراج بيبي، لكن الامور الصحيه كانت ممتازه، بعد 48 ساعه تم التاكيد انه ما في اي اصابه دائمه، مجرد ضربه قويه في وقت معين. والمصارعه اكيد تمثيل، والمصارعه اكيد سكريبت مكتوب عارفين مين فايز ومين خسران. هذا السكريبت اللي بتطلب لياقه رياضيه عاليه جدا، تدريبات كثير، رغم انها رياضه خطيره بشكل او باخر، لكن اصاباتها قليله، ومن اصاباتها القليله رقم 2 معنا اليوم دولف زيجلر. دولف زيجلر كان يواجه جاكي سواجر وضربه بالركله بالرجل من جاكي سواجر ما تنفذت بالشكل الصحيح المتفق عليه، فضربت براس زيجلر فما عرف عن حاله الا لما صحي ولقي حاله بالمطار مع فريق العمل، قال لهم شو اللي صار؟ قالوا له انت لعبت وانضربت، فجاوبهم انا لعبت اليوم. عن جد؟ يعني الرجل ما عرف اصلا انه اجى شارك، كانك بتقول على لاعب مباراه ما عرف انه اجى على المباراه اساسا. وايه الصوره دي بقى؟ دي لما خدت بطولة الجمهورية. في ايه؟ في الملاكمة. في الملاكمة اه. وأنا غلبت ده؟ بالقاضية. وهو عارف إن أنا غلبته؟ رقم 1 من حيث الأهمية، من حيث الكوميديا، من حيث كل التفاصيل، هي بالأكيد كريمر. في نهائي كأس العالم 2014 ما بين الأرجنتين وألمانيا. في الدقيقة 30 تقريباً، كريمر عم بيضرب بجراي وبيجي بده يكمل المباراة. لكن الجميع شعر في شيء غلط. راح على كابتن الفريق في البلاد قال له معلش شارة الكابتن تعطيني اياها، فهذا قال اها شو اللي بيصير، وما خلص لهون راح على توماس مولر قال له مين معي، قال له توماس مولر، قال له مبروك كاس العالم 1974 سيد جيرد مولر. وينسب لنوير ايضا قوله انه اجى قال له شو رايك اصف شوي على الجول وانت تصف شوي على الجول نبدل مع بعض، وراح على الحكم قال له نبدل قميصك يواكيم لوف، قال له تعال اطلع حبيبي انت حتضيع الدنيا اليوم، يعني مش بوقت فقدان الذاكره، اهم فقدان الذاكره باهم حدث. نزل شورلي بداله، وللعلم البديل كان بذاكرته صنع هدف الفوز لماريو جونزا اللي جاب كأس العالم، لكن الاثنين اللي صنع واللي جاب نسيوا كل شيء بكرة القدم بعد ذلك، لكن
حفظوا أسمائهم بالتاريخ. بضل كريمر بالنسبة إلي كل ما أتذكر موقفه مع توماس مولر مع لام أنا دائما بضحك وببتسم. هذه التوب 5 من عندي، دوركم تحكوا لي التوب 5 من عندكم بفقدان الذاكرة. لكن هي حالات فيها ألم، حالات بتوضح إنه في خطر في كل هالرياضات اللي إحنا عم نلعبها. ربما لازم نوقف أكثر، ربما ما ندخل بالدولاب ونركض فيه ونستنى الإصابات ونستنى الخطر عم بيجي على الناس بدون ما ننتبه. ربما لازم نوقف ناخذ خطوة لورا ونحاول نحافظ على أكثر عدد ممكن من الحياة ونحافظ على أكبر كم ممكن من صحة البشر. نوصل هون لنهاية حلقة توب 5. بذكركم تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.